الواحد من أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بيوم البن العالمي، وتعد اليمن ضمن الدول المحتفلة بهذا اليوم الذي يعد من أهم وأبرز الأيام، كونه يحتفي بمنتج كانت اليمن ضمن أكثر الدول المنتجة له. هذا البن الإسماعيلي المشهور على مستوى اليمن والعالم. أنا أحد المزارعين، نقوم بجني البن أول حاجة إذا قدر حبة حمراء، بعد ما نجني البن نشرق نجففه تجفيف إذا ما لو ما يسمح يعرف البلاد. بعد ما نجففه بالمعايير والمقاييس المحددة نقوم بتخزينه بطريقة صحيحة، ثم المزارع يشتري يبيعه ويرجع نطحنا نقشره من هذا القشور ونقش يخرج الصافي لحاله والقشر لحاله. فعاليات عدة أقيمت في العاصمة صنعاء، وأكبرها ثورة البن التي جمعت محبي القهوة وزارعيها وصانعيها وخبراء البن بأنواعه. تخللها إبراز جوانب متعددة وطرق متنوعة للبن اليمني ولزراعته ولأنواعه الفاخرة التي تميزت بها بلادنا الحبيبة. فعالية اليمن العالمي للبن من أجل المشاركة ونشر منتجاتنا وأعمالنا العظيمة. هذا البن اليمني، نشر البن اليمني هذا. نحن نشطون في المجال منذ سنوات، وزراعة البن في مديرية الحرمة خارج محافظة صنعاء كغيرها من مديريات محافظة صنعاء وغيرها من محافظات المنتجة للبن اليمني في الجمهورية اليمنية، وتنشط الحرمة خارجية في زراعة البن بشكل متفاوت في العوامل التي تساعد على زراعة البن، المناخ والمياه والعديد من العوامل التي تتوفر في زراعة البن. البن اليمني هو البن اليمني أفخر أنواع البن في منطقتنا، منطقة الحيمة الخارجية، حيث نحن نسطر البن حتى إلى الخارج، إلى أمريكا، السعودية، بريطانيا بجودة عالية، مزادات في المزاد العالمي. فهذا البن هو الكنز أو الذهب الأخضر لليمن، ويعتبر المركز الأول لاقتصاد اليمن. أجود أنواع البن هو اليافعي والحرازي والعديني، وهناك أنواع كثيرة أيضا ومناطق يمنية تزخر بأنواع البن المميز، ليحتفي عشاق هذه الشجرة الجميلة ذات النكهة المميزة والفوائد المتعددة. وبلادنا اليمن خير من يزرع البن الفاخر والمميز.